أجمل وأذكى شخص في العالم سيفوز بهذه المسابقة هو ماكس. مرحبا، وأخيرا قد تحقق حلمي. هذا هو صديقي المفضل. يا ماكس، نحن نحبك كثيرا. ماكس هو الأفضل. ماذا؟ إلى متى سيبقى هذا يا رين؟ يا إلهي، لقد تأخرت. هيا 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 هيا، سوف أصل. خذ هذا مني. لماذا لم تمسك بها؟ مشروع الرياضيات، لقد تم إفساده بالكامل. رمية جيدة منك يا تايلر. أنا آسف لأنني تأخرت أيتها المعلمة. لا بأس بهذا، لم يأتي أحد حتى الآن. مرحبا، لماذا تأخرت هكذا؟ لقد اعتقدت أنك مريض. مريض؟ أنا لست كذلك. حسناً، إذا لم تكن مريض فلماذا تأخرت عن الدرس؟ فهمت، لقد قمت بمشروع الرياضيات ولهذا أنا متأخر الآن. كانوا هم 10 وأنا وحدي، لقد ضربت الأول والثاني والثالث. هل نحن نزعجكم؟ كلا بالتأكيد، ضربت الرابع، لقد كان سهلاً جداً. يا لك من شخص رائع. لقد بدأ الدرس يا طلاب، هيا. لن أقوم بإزعاجكم، ابتعد عن مكاني أيها المجتهد. لماذا في كل مرة أنت من يقرر كل شيء؟ هذه هي حال القوة والمال. حسناً، بما أن الجميع هنا حان وقت الدرس الآن. هذا شيء مضحك جداً. تايلر، هل أنت معنا في هذا؟ هل تريد أن تري هذا؟ ضع الهاتف بعيداً. أنت مملة جداً. سأرسلك إلى المدير. حسناً حسناً، سأصمت. اسمع يا مجتهد، سوف تقوم بالكتابة عني. ماذا تريد؟ ألا يمكنك أن تفعل هذا؟ أنا لا أستطيع، وأنا قلت أنت ستفعل. حسناً، هيا. ماذا؟ أين سأكتب بدون دفتر؟ ماذا دهاك؟ هل يبدو علي أنني شخص يحمل دفتر؟ لا، أنا لا أعتقد. حسناً، اطلب هذا من شخص آخر. كل يوم نفس الشيء، النص لا يتغير على الإطلاق. حسناً، قريباً سنتخرج ونصبح سعداء. أنا لا أستطيع انتظار هذا. المعذرة، هل يدرس ماكس هنا؟ أجل، بالطبع. هذا أنا. هذا رائع، أحتاجك قليلاً. لماذا؟ إن هذه لك. أنا قد قمت بفعل هذا في المدرسة الابتدائية. بالطبع، إنك عبقري. شكراً لك، ولكن من أنت؟ إنه مجتهد آخر، ولكنه بالغ. أجل، أنا عضو من أعضاء رابطة العلم العالمية. يا إلهي، تلك المنظمة؟ أجل، هذا شرف كبير لي. اسمع، المنظمة قررت أن تقوم بمنحك الجائزة الكبرى. هل تمزح معي؟ كلا، لقد أرسلنا لك خطاب دعوة إلى المنظمة وأنت لم تأتي إلينا. لقد اعتقدت أنها دعابة. كلا، ولذلك كان علي أن أجدك بنفسي. أنا كنت أحلم بهذا طوال حياتي. مبروك، وهذه الآن لك، حظا طيبا، إلى اللقاء. توقف، ولكن ما هذا؟ ماذا بك؟ إنها نقود يا صديقي. نقود؟ يا إلهي. هاي، وأنا أيضا أريد مثلها، أحضرها لي. أنت لست مجتهد، وهذه الجائزة للعباقرة فقط، وأنت تبدو شخصا لا يقوم بفتح الكتب على الإطلاق. حظا طيبا. أنا لم أفهم ماذا حدث الآن. هل رأيت هذا؟ بالطبع، أنا لم أرى مثل هذه النقود الكثيرة. يا إلهي، كم هي مثيرة. وهذا ما سنكتشفه نحن. أنا أهنئك جدا يا ماكس. اسمع أيها المجتهد، ماذا علي أن أفعل لكي أحصل على هذا القدر من المال؟ مبدئيا عليك أن تبدأ القراءة نوعا ما. هذا صعب. أنا لا أصدق، هل أنا مليونير الآن؟ ربما أنا أحلم. مرحبا ماكس، كيف حالك؟
أنا بحال جيدة. بالطبع أنت سوف تكون كذلك. هل قررت أين ستنفق هذا المال الذي حصلت عليه اليوم؟ في الواقع كلا، ليس لدي الوقت للتفكير بهذا. أجل، بالطبع لديك الكثير من النقود. ربما من الصعب التفكير في إنفاق الكثير من المال. أنا دائما كنت أحلم أن أحصل على مختبر خاص بي. مختبر؟ هذا ممل جدا يا صديقي. لديك الكثير من المال وأنت تريد أن تنفقها على هذا الهراء؟ حسنا، أين سأنفقها برأيك؟ بما أنك لا تفهم في هذا فنحن سوف نساعدك. أجل، ولكن مقابل رسوم رمزية فقط. ستساعدانني في إنفاق المال؟ أجل، نحن خبرة في هذا. نعم، وإلا ستنفقهم بطريقة غير مفهومة. حسناً إذن. أوه، أيها المجتهد، وماذا تحتاج أنت الآن؟ جئت وأتحدث مع صديقي. هل تمزح؟ منذ متى أصبح هو صديقك؟ بالتأكيد، إنه صديقي. اسمع، اكتشفت للتو أن الرفاق في الفصل الآخر يريدون أن يضربونك. هل تمزح معي؟ سوف يقومون بضربك ضرباً مبرحاً. حقاً؟ وما الذي يجب أن أفعله يا ترى؟ لا أعرف، ولكنني سأساعدك. هل ستساعدني؟ بالطبع، أنسيت أننا أصدقاء؟ لا أعلم كيف أشكرك يا تايلر. بالطبع، ولكن خدمة الحراسة الخاصة بي ليست رخيصة أبداً. لا مشكلة لدي، سأعطيك كل ما تريده من المال، لكن لا تدعهم يلمسونني. أنا سوف أقوم بحمايتك، يمكنك الاعتماد علي صديقي. تايلر، هل أنت تعرف هؤلاء الصبيان؟ إنهم رجال أقوياء بكل تأكيد وأشرار. قل لي أنك تمازحني. أنت لم ترى هذا من قبل، اتصل بي على أي حال. من الجيد أن تايلر سيقوم بالدفاع عني. حسناً، هيا لنذهب. يا فتيات، متأكدتان أن هذا ما نحتاجه؟ بكل تأكيد يا ماكس، هذه الأشياء لا تكرر، خاصة بأنها باهظة الثمن. لا مشكلة أبداً. ماكس! أوه، إنها ليلى. حسناً، كيف حياة المليونير؟ أنا أحاول أن أعتاد على هذا. وما هذا الذي تحمله في يديك؟ في الواقع قد اشتريت هذا من المتجر. ولماذا تحتاج لفساتين نسائية؟ يا فتيات، لماذا نحتاج إلى فساتين نسائية؟ ما هذا السؤال الغبي يا ماكس؟ نحن بحاجة هذا جدا. بالطبع. ماكس، أيها المجتهد، لقد قمت بحل كل شيء. ماذا تقصد؟ أنا أقصد عن هؤلاء الأولاد. شكراً لك جداً. قالوا إنهم لن يلمسوك تحت شرط واحد فقط. ما هو؟ إذا قمت بشراء جهاز فك تشفير جديد. حسناً، سنفعل ذلك. ولكن المشكلة أنني لا أملك المال لشراء ذلك الجهاز. حسناً، انتظر، خذ. هذا جميل يا ماكس، إنك بأمان الآن يا صديقي. ما الذي حدث؟ تايلر يقوم بحمايتي من الرفاق في الصف الآخر. ولماذا أنت بحاجة للحماية منهم؟ تايلر قال لي أنهم سيقومون بضربي. ماذا؟ إنهم يريدون أن يتصرفوا معي بعدوانية. لماذا؟ ما الذي فعلته لهم يا ماكس؟ أنا لا أعلم. ماكس، هيا بنا الآن، بقي القليل من الوقت. أنا ذاهب، علي إنفاق المزيد من النقود. مرحباً ليلى. مرحباً آنسة إما. هل رأيت ماكس هنا مؤخراً؟ لقد ذهب الآن مع أصحابه. لم ألحق به. ماذا تريدين؟ لا شيء، ليس الآن. حسناً، كل شيء صحيح، الآن الديسكو لكم. رائع، ديسكو خاص بنا. ويوجد هذا كما كنا نرغب به سابقاً. يا فتيات، لماذا نحتاج إلى هذا الديسكو؟ ما بك، هذا رائع. هل تتخيل كم من الحفلات سنقيم هنا ونستمتع؟ لكن بصراحة أنا لا أحب الحفلات. إذا كنت لا تريد فيمكننا أن نستمتع بدونك. هيا لنأخذ صورة بالديسكو الجديد، هذا رائع. يا فتيات، أنا أعتقد أنني لن أقوم بارتداء هذه الفساتين. هذا رائع حقا، أعطنا إياها إذن. هيا، هل قمت بشراء هذا الديسكو يا صديقي؟ أجل. جيد، لكنك نسيت شيئا مهم. أجل، علينا أن نتصل بالموسيقي. أيها المجتهد، الديسكو يحتاج لحراسة، أنت تعلم. أنا أفهم هذا. نعم، ولأنني صديقك سوف أقوم بفعل هذا.
لا تقلق، كل شيء سيكون بخير يا فتى. شكراً لك. حسناً، أنا سوف أذهب إلى المنزل الآن. حسناً، سنراك غداً. لماذا أنا بحاجة إلى الديسكو؟ أوه ماكس، يا لها من صدفة غير متوقعة. هذا صحيح. اسمع جيداً يا ماكس، هل أنت تحب مدرستك؟ بالطبع أحبها. وهل تريد أن تكون المدرسة أفضل بكثير؟ يا له من سؤال غريب يا آنسة إيما. حسناً، هل يمكنك المساعدة في هذا يا ماكس؟ بالطبع، ولكن كيف؟ أنا أعتقد أن مدرستنا تحتاج إلى التجديد وترتيب الفصول من جديد، ألا ترى هذا؟ خان، إن هذه فكرة عظيمة. لكن ليس لدينا المال، أنت تعلم هذا. كيف سنقوم بهذا؟ ليست مشكلة لأجل المدرسة. هل هذا يكفي؟ بالطبع يكفي، شكراً لك. إنه يوم غريب جداً بالفعل. يجب علي أن أنام باكراً الليلة. حسناً، ما رأيك؟ رائع، الملابس الجديدة جميلة جداً. أعتقد أنني سأذهب إلى الحفلة بهم. كم نحن محظوظات لأن المجتهد أصبح مليونير. يا إلهي، إنه أحمق جداً أيضاً. ألا تعتقدي أننا نتجول بمثل هذه الهواتف الرخيصة وأنها أصبحت قديمة وسيئة جداً؟ بالطبع، أوافقك الرأي، أريد أن أمتلك جوالاً. وأنا أيضاً، ولكن لا يوجد لدينا النقود. ولكن يوجد لدينا مليونير. أوه، لقد كان مجرد حلم. ماكس، صباح الخير عزيزي. مرحباً يا فتيات. هاي، أين تذهب؟ حسناً، أنا ذاهب إلى الصف الآن. أين تذهب؟ لا، ماذا؟ هل أنت لا تعلم بهذا؟ لا، أنا لا أعلم. لقد سافرت الآنسة إيما إلى جزر المالديف. أوه يا إلهي، وكيف سوف نقوم بأخذ الدروس الآن؟ ما رأيك بدلاً من هذه الدروس يمكننا الذهاب للتسوق معاً؟ إنها فكرة رائعة. هيا بنا. مرحباً، هل رأيت ماكس؟ كلا، لم أرى. يا للهول، أين ذهب؟ اعتقدت أنه هنا. كلا، يوجد درس الآن. انسي الأمر، لن تأتي الآنسة. لماذا؟ قالت أنها لن تأتي. حسناً، أنا ذاهب للبحث عن ماكس. يا فتيات، لماذا أحتاج إلى 3 أجهزة آيفون؟ هل تحتاج لهذا يا ماكس؟ لكن جهاز آيفون واحد يكفيني فقط. هذا جيد، أنا كنت أريد جهاز آيفون. أنا أيضاً، شكراً لك يا ماكس. هل نأكل؟ كلا، لا أريد. ما بك، بعد التسوق علينا أن نتناول الطعام سويةً. هل اخترتم الطلبة يا فتيان؟ حسناً، 2 بيتزا. يا ماكس، هل تريد؟ كلا، لا شكراً. 2 من البيتزا. أوه ماكس، وأخيراً وجدتك. أهلاً يا صديقي. نعم نعم، مرحباً. اسمع، يوجد شيء، هؤلاء الرفاق في الفصل الآخر أصبحوا وقحين للغاية. أوه، ماذا تقصد؟ المال لا يكفيهم، هل تتخيل هذا؟ أجل، أنا لا أعلم ماذا فعلت لهم، لكن ماذا يريدون؟ لقد أعطيناهم المال. لا أعلم يا ماكس، ولكنهم شريرون جدا. هل هم شريرون جدا بالفعل؟ أجل، وعليك أن تراهم. وماذا علي أن أفعل؟ إنهم الآن يريدون نظارات الواقع الافتراضي. من أين أحصل عليها؟ لقد وجدت المتجر حيث يتم بيعها، ولكن أنا أحتاج إلى المال. أجل، بالطبع، كم تريد؟ أجل، هذا يكفي، يمكنك أن تنام بسلام يا أخي. إن البيتزا جاهزة. ماكس، انتظر لحظة، سوف نعود في الحال. يا راشل، وماذا الآن عن البيتزا؟ إنه أمر ضروري. يا راشل، إلى أين نحن ذاهبون؟ الآن ستعرفين.
اسمع أيها الحارس، ماذا بك؟ ماذا تفعل؟ ماذا تقصدين؟ عن أي رفاق في الفصل الثاني تتحدث؟ أنت تتحدثي عن هذا؟ إنها فكرة رائعة. لا، هذا يعني أنه لا يوجد رفاق هناك. هل فهمت هذا للتو صوفي؟ إنه يخدع المجتهد لكي يعطيه المال. وماذا بهذا؟ لديه الكثير من المال وسينفقه على بعض الهراء. لا تعبث مع المجتهد. حسناً، لماذا أنتم تخافون علي؟ ألا تريد أن تخبروني من أين حصلتم على جهاز الآيفون الجديد؟ هذا ليس من شأنك، إذا كنت لا تريد المشاكل فلا تقترب منه. حسناً حسناً، سنرى من هو في ورطة. ماكس، كيف حالك؟ مرحباً يا ليلى. أين تختفي هكذا دائماً؟ حتى أنا لا أعلم أبداً. هل تعلم أنه تم إلغاء الدروس؟ نعم، الآنسة إيما طارت إلى جزر المالديف. يا للهول، ويقولون أن المعلمون يكسبون القليل. نعم. لماذا تحتاج إلى اثنان من البيتزا؟ إن هذه ليست لي. حسناً، لماذا أنت تجلسين في مكاني؟ هل تريدين أن تأكل البيتزا؟ إنها لنا فقط. لا أحتاج البيتزا الخاصة بكم. اذهبي من هنا ولا تعودي أبداً. حسناً يا ماكس، لقد فكرنا ولدينا فكرة رائعة جداً وسوف تعجبك. وما هي؟ سأخبرك بها لاحقاً. هذا لا يكفي. ماكس، أعطه نقوداً أكثر. أجل، والآن يكفي. حسناً، الآن تفضلي المفاتيح. بالتوفيق. يا فتيات، أنتما لم تجيباني على سؤالي بعد، لماذا أحتاج لهذا؟ ماكس، أنت تبدو ذكياً ولكنك تسأل أسئلة غبية. أجل، انظر كم المساحة هنا كبيرة. إنها قلعة. يا إلهي، إنها أريكة مريحة للغاية. أخبراني يا فتيات، فأنتما لم تجيباني بعد، لماذا أحتاج لهذا المنزل الكبير جداً؟ لكي تعيش هنا. انظر كم هذا ممتع. ولكن أنا أعيش مع والدي بشكل جيد. حسناً، أنت ابقى معهم وأنا وصوفي سنبقى هنا. أجل، وأنت لا تريد أن تعيش بمفردك، إنه منزل كبير ويمكننا العيش سوية. أوه يا إلهي، بالتأكيد أنه قصر وليس منزل. أوه، وماذا يفعل هذا هنا؟ لماذا جئت هنا؟ وما الاختلاف بالنسبة لكم؟ أنا أتيت لصديقي، تهانينا على شراء هذا المنزل. شكراً لك. إنه باهظ ثمن. أجل، إنه كذلك. اسمع، مؤخراً تعرض منزل الجيران للسرقة. هل تمازحني؟ أجل، لقد سرقوا كل الأموال. وماذا إذا تم سرقة منزلي؟ ويمكن أن يحدث هذا. ولكنك تعلم أن صديقك سيساعدك بهذا، هيا أمضي. ما هذا؟ لا شيء، إنها إجراءات. الآن أنا رسمياً أحرسك أنت ومنزلك بشكل رسمي. ماذا؟ هل فقدت عقلك؟ هذا ليس من شأنك. $1000 في اليوم؟ لدي مكتب قوي في هذه المهنة وأنا أعمل مع صديقي. بالتأكيد، أنا لا أريد أن يسرق منزلي الجديد. لماذا تدفع له بينما تقوم الشرطة بإلقاء القبض على اللصوص مجاناً؟ ولكن الشرطة لا تأتي بسرعة، أما أنا فصديقك أأتي بسرعة دائماً. حسناً يا أخي، لا يمكنك أن تقلق، منزلك في أيدي أمينة. اسمعي، أنا لقد سئمت من ذلك. المجتهد لنا وحدنا فقط. كم تعبت في هذا اليوم. اتضح أن حياة المليونير ليست سهلة أبداً. دق دق. أوه ليلى، هل حدث شيء معك؟ لا تقل أنك نسيت المشروع. أجل، لقد نسيت. ولكن اتفقنا اليوم على إنهاء المشروع البيولوجي. أوه يا إلهي، أنا آسف يا ليلى. حسناً، ليست مشكلة، أحضرت كل شيء. دعينا نفعل هذا في المرة القادمة، أنا متعب جداً اليوم. ها، هل أنت كنت تعمل؟ هذه مزحة نوعاً ما، أنت مليونير وليس عليك أن تعمل. أجل صحيح، ولكن التسوق وشراء المنزل، هذه الأشياء كلها متعبة. ماذا؟ عن أي منزل تتحدث؟ نعم، لقد اشتريت منزلاً كبيراً. لكن لماذا؟ الفتيات قالوا أنه علي أن أشتري هذا. لماذا الفتيات قالوا لك هذا؟ إنهم يساعدونني في إنفاق الأموال بشكل صحيح حتى لا أشتري أي هراء.
ماكس، هذا بالتأكيد ليس من عملي، ولكن ألا تعتقد أن هذا غباء؟ أنا لا أعرف. إنهم يقومون بالاقتراب منك لأنك مليونير فقط. أنا لا أعلم، ولكنهم أصدقائي. لماذا أنا لم ألاحظ صداقتكم العظيمة؟ ربما أنت على حق. هل يمكن لي أن أسألك ما الذي اشتريته؟ ديسكو وثلاثة أجهزة آيفون. ولماذا أنت تحتاج إلى ثلاثة هواتف؟ نعم، أنت على حق تماماً. ماذا علينا أن نشتري الآن أيضاً؟ لم يعد خيالي يعمل بعد الآن يا راشيل. نعم، أجل أنا لم أعتقد أنه من الصعب جداً إنفاق المليون. أو ربما لا. كيف؟ يمكننا أن نشتري سينما خاصة. أحسنتي، سينما خاصة بنا. عندها ليس علينا أن ندفع ثمن التذاكر. أنت عبقرية يا فتيات. أوه ماكس، قد أتيت بوقتك. اسمع، لقد فكرنا بشيء رائع. نحن نحتاج إلى سينما. لماذا تحتاجون إلى السينما؟ لأنه يمكننا مشاهدة كل الأفلام ومتى تشاء أيضا، وليس عليك دفع ثمن التذاكر. يا فتيات، أنا أردت التحدث معكما عن هذا. ليلى تقول أنكما تستغلانني. ماذا؟ كيف يمكنك التفكير في ذلك حتى؟ لأن ليلى قد قالت لي. هل قمت بتصديقها حقا؟ في الحقيقة، لماذا أنا أحتاج لديسكو ولمنزل كبير أيضا؟ ولكننا قلنا لك. نحن لا نفعل هذا بك، نحن أصدقاء. ولكننا لم نكن أصدقاء من قبل حتى حصلت على المال. وهذا لأنك لم تكن رجلاً رائعاً من قبل. والآن أنت لست مجتهداً الآن، أنت رجلاً رائع وصاحب الديسكو. حقاً؟ بالطبع يا ماكس. كيف يمكنك أن تصدق ليلى وهي تقول لك أننا نستغلك؟ لكن لا أعلم، ليلى أخبرتني بهذا. وماذا الآن عن السينما؟ هذا صحيح، لأنهم منحوك الجائزة وليس لها. أنا لم أكن أظن أن ليلى يمكنها أن تفعل شيئاً كهذا أبداً. إذن من الجيد أنه لديك أصدقاء مثلنا. السينما التي ستشتريها لنا. هذا رائع جداً يا ماكس. علمي، هذا ممل. أجل، ولكنني لم أحب هذا الفيلم كثيراً. ما بك، إنها أفضل دراما واسمها دموع المطر. ربما مشاهدة فيلم علمي أفضل من هذا. مرة أخرى يا إلهي. شاهده بمفردك يا ماكس. يا صديقي. مرة أخرى. كيف علم أننا هنا؟ أو ربما رأى صورة على تطبيق الإنستغرام أو فيديو. لماذا اشتريت سينما ولم تخبرني بهذا الشيء يا صديقي؟ أجل، لقد نسيت فعل هذا. هل تعلم لو أنني لم أعرف بهذا الأمر ماذا كان سيحدث؟ ماذا؟ شيء مخيف جدا. استمع، أنت تزعجنا، نحن نشاهد الفيلم. أنا هنا بأمر مهم يا ماكس. السينما تحتاج إلى حارس أمن. لماذا نحتاج إلى حارس في سينما؟ وماذا لو أتى شخص ما إلى السينما ودخل إلى هنا بدون تذاكر وأراد أن يسرق شخص ما؟ أجل، هذا صحيح. ماكس، أنت شخص غريب جدا، كان عليك أن تتصل بي أولا. لقد سئمت من تايلر، هيا بنا. القليل من النقود الخضراء وأنا سأجد لك حارس جيد. هذا ممتاز، والآن أنا ذاهب إلى اللقاء. من الجيد أننا ذهبنا إلى السينما. حسنا، إلى اللقاء يا صديقي. إلى اللقاء. حسنا، مرحبا. آنسة إيما، أنت عدتي. أجل، لقد عدت إلى هنا، لكن تذكرت أننا بحاجة لمختبر حديث للمدرسة. يا لها من فكرة رائعة. ولكن لا يوجد لدي مال لأجل هذا الأمر. لأجل هذا أنا لا أشعر بالأسف أبداً. شكراً لك يا ماكس. وأخبر الجميع أنه لن يكون هناك دروس لبضعة أيام. إلى غاية أن تنتهي النقود. ماكس، لماذا أعطيتها المال؟ الآنسة إيما تريد أن تبني مختبراً في المدرسة وعلي مساعدتها. أنت جاد؟ وقالت أنه علي أن أخبركم أنه لن يكون هناك دروس. هذا مفهوم جداً، ولهذا قمت بإعطائها المال؟ أجل، طلبت هذا لتقوم بإصلاحات في المدرسة. واضح، الآن عرفت كيف ذهبت إلى المالديف. ماذا تقصدين؟ ماكس، لا تكن غبياً، إنها لا تريد أن تفعل أي إصلاحات. ولكن لماذا طلبت مني نقوداً إذن؟ هل أنت جاد يا ماكس؟ الآن هي من أين لها نقود كي تذهب إلى المالديف؟ هل تريدين أن تقولي الآن أنها تخدعني يا ليلى؟
أجل بالطبع، ولكنها معلمة ولا يمكنها أن تخدعني أبداً. أنت حر يا ماكس، أين كنت؟ لقد بحثت عنك طويلاً. أجل، لقد كنت في السينما، لقد اشتريت سينما. سينما كاملة؟ ولماذا تحتاجها؟ لكي أستطيع أن أشاهد الأفلام مجاناً، وليس علي أن أشتري أي تذاكر بعد الآن أبداً. هل راشيل وصوفي قالوا لك هذا؟ نعم. ماكس، أنت لست بخير، ولكن أنا أخبرتك أنهم يستغلونك. ولكنهم قالوا لي أننا أفضل أصدقاء، وليس لأنني مليونير، ولكن لأنني رجل رائع، وأنت تغارين منهم فقط. ولماذا علي أن أغار؟ لأنني حصلت على الجائزة وليس أنت. ولكن يا ماكس، أنا سعيدة لأجلك، أنا صديقتك، ليس مثل هؤلاء المحتالين. ولكن صوفي وراشل يقولون العكس. هم يخبرونك كل شيء كما تريد طالما أنك تنفق أموالك عليهم. ليلى، توقفي عن الافتراء عليهم، أنت تغارين فقط. أجل، إنه تحت تأثيرهم، علي أن أفعل شيئا حيال ذلك. اتصلتما بي؟ باختصار يا ماكس، علينا أن نتحدث. أنا وصوفي لاحظنا أن تايلر يستفيد منك. في الأواني الأخيرة الجميع يخبرني أنه يوجد أشخاص يستغلونني. ليس نحن بالطبع، أنت صديقنا. أجل، إنه يخونك. لكن لماذا؟ وذلك لكي تعطيه النقود. أنت لا تفهم أنه لا يوجد أولاد في الفصل الآخر أبداً. في الحقيقة أنا لا أعرف من هؤلاء الأولاد أبداً. لقد اختلق هذا ويدعي أنه يحميك. عليك أن تتوقف عن إعطائه هذا المال. حسناً، شكراً لتنبيهي. على كل حال، لقد أحسننا صنعاً يا صديقتي. أوه ماكس، تعال، يوجد قصة طويلة. ماذا حدث؟ باختصار، هؤلاء الأولاد أدركوا أنه لديك نقود ويريدون لعبة كهربائية. أنا في رأيي أنك تكذب علي. أنا؟ لماذا تقول هذا؟ أنا هو صديقك. ولكن صوفي وراشل يقولون أنك تختلق هذا. وهل أنت تفكر أنني أستطيع أن أخدعك يا صديقي؟ ولكن... حسناً، أنا ذاهب لكي أخبر الأولاد أنك لا تريد هذا. هاي توقف، هل أنت تقول الحقيقة؟ بالطبع، لماذا علي أن أكذب عليك؟ صوفي وراشيل يريدون أن نتشاجر. أنا في حيرة من أمري. ولكن يا ماكس، هم يكذبون عليك الآن. أنا كنت أعرف هذا. وماذا عن اللعبة الآن؟ بالطبع، حسناً الآن. أنت الأفضل يا صديقي. هل تحدثت معه يا ماكس؟ أجل، كما قلت، إنه صديقي ولا يكذب علي، وأنتما تقومان بالكذب علي فقط. لكن يا ماكس، هو أخبرك بهذا عن قصد. بالطبع، أنا بالفعل في حيرة من أمري، أنا لا أفهم أي شيء أبداً. لست بحاجة إلى أن تفهم شيء، نحن سوف نساعدك وليس هو. اسمع يا ماكس. لقد أتى، هل تحتاج للمزيد من المال؟ وما الاختلاف بالنسبة لك؟ كما ترى، هو يستخدمك فقط للمال. هل أنت من تقول هذا؟ نحن نريد أن نساعد ماكس فقط، بأن تنفقوا أمواله على رغباتكم. لماذا تقول هذا؟ ماكس يريد هذا أيضاً. حسناً، لماذا هو يحتاج إلى منزل كبير وسينما؟ اسأله لماذا؟ يا ماكس، أنهم يستغلونك فقط. ماكس، لقد ظهرت لدي فكرة رائعة، علينا أن نصنع مجمع علمي كامل للمدرسة. ابتعدوا عني. ماكس، أنا أحتاج إلى المال. لماذا أنتم مندهشون؟ أنا أعلم عن المنزل والديسكو أيضاً. أنا في حيرة من أمري، من علي أن أصدق؟ ماكس، ماذا حصل لك؟ كنت تجري بسرعة في الشارع ولم ألحق بك. ليلى، أنا في حيرة من أمري، لا أعلم أي شيء. صوفي وراشل والمعلمة وتايلر يريدون فقط كل الأموال مني ويصرفونها على رغباتهم. أجل، وأنت لا تصدقني، فعلت كل شيء. ماذا علي أن أفعل الآن؟ يوجد خيار واحد، وبعد هذا ستصدقني بالتأكيد. ما هو؟ أنا جاهز لأي شيء. استمع إذن. لقد أفسدت كل شيء. أنا؟ أنتم أجبرتموه على شراء الهراء هذا. وكأنك أنت الأفضل أيها الحارس الأحمق. اصمتوا، أنا بسببكم لا أستطيع السفر إلى المالديف مرة أخرى. ماكس يا صديقي، باختصار لقد اتخذت قرارا. كنت أعلم أنك ستتخذ القرار الصحيح يا ماكس. نعم، أنت فهمت الآن أن هؤلاء الفتيات استغلوك. ابتعدوا عن ماكس المجمع العلمي الكامل، إنه الأنسب. ليس لدي المزيد من المال.
هذا لا يعقل. هكذا أنا قمت بالتبرع بكامل النقود لمأوى الحيوانات. وأنا أخبرتك بهذا إنك سوف تنفق المال بطريقة غير صحيحة. وما الفرق بهذا؟ أنتم لستم أصدقائي بسبب المال. حسناً، باختصار هذا واضح. إلى اللقاء. مغفل، لقد فسدت جميع الخطط بسببك. شكراً لك يا ليلى، اعذريني لأنني لم أصدقك. الأصدقاء الحقيقيون يتصرفون هكذا. لو لم تكوني أنت. انسى الأمر، هيا بنا. والآن ماذا؟ انتهى الأمر؟ كنت أعتقد أن حياتي تحولت إلى قصص من الخيال. ومن الآن وصاعدا سوف تكتبون الاختبار كل يوم. ولماذا هذا الشيء؟ هم السبب في كل ما حدث. أيها المجتهد، من أين لك هذه السيارة؟ اشتريتها. قلت أنك لا تملك المال. نعم أعلم هذا، لقد كذبت. أنا لم أعطي كل المال للمأوى. يا صديقي. حقا؟ أنا كنت أعلم أنكم قمتم باستغلالي جميعكم. على الأقل هناك المنزل والديسكو. أجل أجل، بالتأكيد لقد بعت المنزل وكل شيء.